خانة العجل تكفي 6 إلى 8 أشخاص. المقادير: 800 غرام من لحم العجل، الرقبة أو الكتف مقطعة إلى مربعات بقياس 2 سنتيمتر، ملعقة طعام ونصف من الزبدة، ملعقتي طعام طحين، 3/4 ملعقة صغيرة ملح، بصلة مفرومة ناعما، فص ثوم مهروس، ملعقة صغيرة رب البندورة، 250 ملليلتر أو كوب مرق اللحم، 125 ملليلتر أو نصف كوب خل العنب الأبيض، 125 ملليلتر أو نصف كوب كريمة سائلة للطبخ، ملح حسب الرغبة وفلفل أبيض حسب الرغبة. طريقة التحضير: نقلب لحم العجل بالطحين، نسخن ملعقة طعام من الزبدة في طنجرة كبيرة ونقلب قطع اللحم فيها لمدة 5 دقائق حتى تتشكل طبقة مقرمشة حولها. نخرج اللحم ونتبله بالملح والفلفل ونتركه جانبا. نسخن في طنجرة نصف ملعقة طعام زبدة على نار منخفضة ونضيف مع التحريك كلا من البصل والثوم ونقلب حتى يصبح البصل لينا وشفافا. نضيف رب البندورة مع التحريك، نضيف مرق اللحم والخل وندعه يغلي. نعيد اللحم إلى الطنجرة ونغطي المزيج ونتركه على نار منخفضة لمدة ساعة. نضيف الكريمة ونغلي المزيج ونطهوه دون تغطيته لمدة 15 دقيقة على نار هادئة. نعدل كمية الملح والفلفل حسب الحاجة ثم ننقل اليخنة إلى طبق تقديم ونزينه.